يسعد اوقاتكم عن جديد. رح نبلش اولى فقراتنا وبلشنا الحديث مشلين وانا وضيفتنا عن الزواج وتكاليفه وقديش اليوم الواحد بده يعني يدخر شي 25 سنه ليقدر يتزوج ليله. فهذا الموضوع يقودنا الى شيء اخر. يتجوز بال 50 لانه بلش شغل بال 25 فبتجوز يعني بده 25 سنه. واخر شيء بس يتزوج بتبلش المشاكل وببلش الشك والغيره حالي. وتماما لا هلا اذا استقر ومو شو عملت بحالي اقتنع بالمقلب اللي اكله فبيقول انه الشك والغيره وبتطلع الامور كلها. على فكره الشك مو بس بالعلاقات الزوجيه او العلاقات العاطفيه بين اثنين، في اشخاص موجودين يمكن بمحيط كل حدا فينا عندهم ثقه انه هن محور الكون وكل المؤامرات عم تنحاك ضدهم، لهيك بتلاقيهم بيضلوا بحاله تاهب دائمه على اعتبار انه كل الناس اللي حواليهم اكيد رح يخربوا عليهم. وهذا الموضوع بنسميه يمكن شك مرضي، بنسميه هوس بموضوع انه انا مقصد للناس الاخرين. ما بعرف ذكرتني بمصطلح كنا نقوله من زمان بالقسم عنا، قضيه المؤامره تبع انه خلص انه اكيد عاملين مؤامره علي. يعني هيك كنا كثير نستعملها بين بعض. طبعا يعني ما بدنا نبالغ، كلياتنا عندنا نسبه معينه من الشك يمكن لحتى نحمي حالنا، بس لما يتجاوز الموضوع الحد الطبيعي بيتحول لحالة مرضية فعلا، وتأثيره بينعكس على حالتنا النفسية والاجتماعية والأكيد بتأثر على حالتنا العاطفية. لهيك خصصنا فقرتنا النفسية لليوم لحتى نحكي عن الشك المرضي، يا ترى شو أسبابه والأهم الحلول، إذا في بحياتنا شخص هيك نحن كيف منحل الموضوع، كيف ممكن يتعالج، وهل ممكن يتعالج بالأساس. هاي التفاصيل كلياتها رح تكون مع الدكتورة غالية سعيد، دكتورة في علم النفس اللي صارت طبعا موجودة معنا بالاستوديو. صباح الخير غالية، وأتحبارك إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وأيامكم سعادة. وحبيت كلمة المقلب اللي أكله. أنا بتجيب هلا الكومنتات اللي على كلمة المقلب اللي أكله. ما ناقصني كومنتات، دخيل قلبك دخيل قلبك. لا بس هيك هي رؤية الشباب الأعزب اليوم، إنه موضوع الزواج هو مزعج. ونحن كمان على فكرة ونحن كمان على فكرة أكيد نفس المقلب والصبايا. طيب يلا الله يهني بال ويريح بال كل حدا عايز يفوت على القفص الذهبي. نروح لموضوعنا اللي هو بعيد عن هالقصة. تمام. في ناس شكاكة أكيد بتشك بكتير قصص. بداية قبل ما نفوت للشك المرضي نعرف الشك بعلم النفس شو هو. تماما. هلا أول ما بتقول أنت كلمة أنا شاكك أو عندي إحساسات بالشك أو أي شيء، هو تعرف بينزل تحت اضطرابات سلوكية خفيفة تعتبر من الاضطرابات يلي ممكن تستدعي العلاج وتستدعي المساعدة من الاختصاصيين النفسيين. ليش؟ لأنه هي تترافق مع وساوس قهرية، مع أفعال قهرية، مع كلمات، تصرفات، ردات أفعال ممكن يهيأ للشخص لأول مرة أنه هي حالة طبيعية وتحت اسم أنا غيران، غيرة طبيعية. لكن في فرق كتير كبير بين الغيرة الطبيعية وبين الغيرة لما بتتسلسل وبتدخل لمرحلة الوسواس بعد منها بتطلع لمرحلة الشك، فهو حكما أحد الاضطرابات السلوكية تتطلب علاج من اختصاصيين نفسيين. إذا تفاقمت الحالة وتزايدت أكثر ومثل ما تفضلت وصلت لجنون الارتياب أو جنون العظمة، فهي حصرا تحتاج إلى مساعدة دوائية لأنه بتتدخل معها أدوية مضادات للاكتئاب وللقلق. فهو حالة معنى سوية مؤذية اجتماعيا وإنسانيا، تعمل كتير مشاكل، تعمل كتير خلافات وشقاق، وبتأدي نسب للانفصال والطلاق بشكل كتير كبير. آخر دراسات قالت أنه أول سنة زواج ممكن تكون 25% من حالات الطلاق سببها الشك والارتياب والغيرة المرضية بين الشريكين. تمام. غالية يعني الواحد هيك وقت يصفن شوي بالموضوع انه عن جد حالة خطرة، ما أنا شغلة طبيعية، ما أنا كلمة أنا غيور، يعني مثل ما بلشتي بحديثك أنا بغار، لا الموضوع أكبر من هيك بكتير، في تدخل سلوكي، في تدخل حتى دوائي مثل ما حكيتي. طيب شو اللي بيخلي الشخص يوصل لهالمرحلة؟ يعني هل في عنده مشكلة من هو وصغير، هو عم يشوف شيء بالبيت مانه طبيعي، ولا نتيجة صدمة معينة هو عاشها فخلته يصير شخص شكاك؟ تمام. هلا الى الان يا عزيزتي، قال اكثر من دراسة على الاشخاص الشكاكين اللي عندهم مرض الشك الارتيابي ما في اسباب موجهه معروفه يعني بشكل مباشر انه هذا بشك لانه عنده كذا، لكن قالت بعض الدراسات على بعض الاشخاص انه ممكن يكون في عندنا اسباب جينيه وراثيه، ممكن بنسبه لا باس فيها،
والأغلب بتكون هي صدمات عاطفية أثناء الطفولة. يعني مثلاً بيكون ربيان أو ربيانة بعائلة الأب والأم بيشكوا كتير ببعض، في بيناتهم مهاترات كتير كبيرة وشديدة، يعني ألفاظ نابية، اتهامات، تمام. هذا ممكن يكون سبب. وفي سبب تاني اللي هو على عدم إعطاء الثقة بالنفس للشخص وتكوين الشخصية الصحيحة، ممكن يؤدي إنه يعمل آلية الشك لحتى يعمل لفت انتباه، يعني يعمل شو لحاله إنه أنا هون أنا موجود، فطول ما أنا عم بغص حياتكم فأنا موجود. وبالتالي ممكن يكون كتير سبب إنه هو البيئة الأسرية، الأم أو الأب يلعب دور كتير عامل كبير، وبعض الجينات الوراثية كمان بتأثر بتشكيل الشخصية وشخصيته بالعموم. صاروا ثلاث أسباب قالوا إنه ممكن يكون سبب بالشك الارتيابي اللي بيعيشه الإنسان. تمام. هون بدنا طبيب نفسي لحتى نحن نروح لعنده ويشخص لنا هالحالة ويمشينا على كود علاج. طيب أنا ما بدي أحكي عن الشك بالشراكة بين الشريك وشريكه بالشركة نفسها بالمؤسسة، اللي هو بدقق إنه عم يسرقني ما عم يسرقني، أنا شاكك إنه الشغيلة عندي بالورشة مثلاً عم يتلاعبوا ببعض القصص. هذا الشك يمكن بمرحلة معينة طبيعي. تمام. خلينا نروح للشك ونخصصه بين العلاقة بين زوجين. زوجة شكاك. صح. بشك كتير، نغص عليها مثل ما قلتي. شو الحل؟ يعني شكه دوما يكون خاطئ، أو هي دوما إذا شافته قاعد بالليل عم يشرب كاسة شاي بعد العشاء، فتح محادثة واتساب بتشك إنه عم يحكي مع حدا. والله هي ما فيك تقول ما فيها تشك، لأنه نحن النساء بالذات الفراسة والحساسات من جيبكم شو ما كنتوا عم تعملوا. طيب. سؤالي، في شك بدون نار؟ أكيد لا. أكيد يعني لا. في دخان بدون نار؟ أساساً يا صديقي، الإنسان كيف بتبنى عنده الشكوك إذا كان حالة طبيعية قبل ما أنتقل لك للحالة المرضية؟ بتبنى نتيجة مواقف غير مفهومة وإشارات استفهام غير واضحة. يعني مثلاً أنا شفت عليك سلوك أنه هو غير واضح، أنا شفت إشارات استفهام وأنت ما أعطتني هذا الجواب الشافي اللي ممكن يشعرني بالإطمئنان. لذلك أي موقف بيصدر منك بيحيط بهذا الموضوع بده فوراً تتوجه لعنده أنه أنا ما أعطتني. وبالتالي هذا اللي بيصير بين الأزواج وخاصة الزوجات بالليل، إذا مسك تليفونه وتبسم هالابتسامة تبع رفيقته تبع دغري بيطلع عنا الأهل. ليش عم تضحك؟ مين ضحكك؟ مين ضحكك؟ قريني ورجيني. ورجيني قريني، لأنه سبق صار معها هذا الموقف، شافت موقف، حست بفكرة، لما سألت ما أعطاها جواب صريح ومباشر أو ما قطع على الشك باليقين مثل ما نحن منقول. فبالتالي بصير كل موقف مشابه بدها تعمل له هذا الصح انه يقطع على الشك باليقين. اكيد اكيد. واذا كان فعلا بطل لازم فورا يعمل الموبايل انه شوفي مع مين، اذا ما كان مغير الاسم وحاطط اسم ثاني. ابو عبده حداد مثلا. ابو عبده نزل. فهون بيقطع على الشك، ما بقى تعيد التجربه مره ثانيه. لكن مثل ما تفضل، خلينا نحكي عن الشك اللي ممكن انا زوجي شكاك بشكل كثير كبير. اولا تعالوا نتفق على قاعده كثير مهمه، من بدايه العلاقه الشكاك لا يستطيع ان يخفي نفسه ابدا. يعني من بدايه ما بيقول مرحبا بدي حابب اتعرف عليك تعال نرتبط مع بعض، لاول وهله بيعتقدوا انه هي غيره وبيكون مبسوطين كثير وطالع عم يهتم فيني تماما. لكن بعد فتره لما بتشعروا انه شكاك بلش يتدخل بالامور التفصيليه جدا فيكي وبلش يعمل مشاكل على اتفه المشكلات او اتفه المشاكل، ليش عملتوا ليش رحتوا وين اجيتوا ورجيني تليفونك، يعني التدقيق الزايد عن اللزوم، وبيبلش بيحكي كثير عن المؤامرات، الناس ما بتحبني، أنا خايف من فلان، هذا عم يكذبنا، هذا عم يعملنا هذا. فمن البداية بيعطي إشارات وهي نقطة لحتى أنا ياب كمل إذا كنت قادرة أو لا. كملت تزوجت ما اكتشفت أنه هذا شك ارتيابي أو هذا بيعمل لي مشكلة. على القاعدة الأولى بتقول لا تجادل الشكاك، لا تجادله أبداً. ليه؟ كل ما جادلته أكثر كل ما عليت عنده نسبة الابتزاز أكثر وبالتالي بتزيد الشكوك أكثر. فحاولوا أنه أنتوا ما تجادلوا أبدا. أنت عم بتبرر لي لأنه أكيد صح اللي أنا حاسس. يا عيني عليكي، ما دام عم تبرر لي وتجادلي معناتها أنت في مشكلة عم تحاول أنك تخبيها. بس غالية منلاقي حالنا بكثير مواقف أنه أنا مضطر برر، أنا بدائرة الاتهام دوما. تماما. مو أنا عم بحكي بلسان بعض الأزواج. أوكي. يعني بلاقي حاله حزين أنه إذا أمه دقت له ورجيني. طيب. ورجاها أول مرة 10 مرات 5 مرات 100 مرة. بس النساء شكاكات كتير ببعض الأحيان، يمكن بمجتمعنا عم بحكي لأنه هن قاعدين بالبيت، الزوج عم يطلع برا ويفوت، عم يحتك بالناس الغرباء أكتر، فبتصير هيك عتبة الشك عندها مرتفعة جدا. صح. أو عفوا متدنية هي لأنه بتشك فورا. صح. طب شو السبب؟ أنا بقول لك شو السبب، لأنه للأسف بيرجع بعد نهار طويل ما بيشاركها تفاصيل حياته. تسأله مثلا كيف كان نهارك؟ منيح. شو عملت اليوم؟ مثل كل يوم.
فهي التفاصيل المبهمة الإبهام يؤدي إلى شك، يؤدي إلى الشك. لكن لما بيكون هو واضح وبيقول لها مثلا عملنا كذا ساوينا كذا بيخفف من هي الآلية. نحن عم نقول إنه نحن لا نجادله. إذا أنا عندي الدليل القاطع إنه أنا وين كنتي، كنت في المكان الفلاني، أنا هاي ما مين عم تحكي، عم بحكي مع فلان، أنا بتحقيق دوما. هلأ لأقول لك شو، كم انه انا بلشت بعلاقه انا بعرف من الاساس انه هذا الشخص عنده مشكله، ورجع قلت لك من بدايه العلاقه بيعطي وانت تابعت بهالعلاقه، فانا بدي للاسف اتحمل نتائج هالعلاقه. انا بورجي الحقيقه من دون مبررات، من دون مبررات تفسير واحاديث مطوله، وبحاول دائما ما اكون بساحه النقاش معه الشكاك. لما ما بتجادله بتعطيه الدليل القاطع وبتختفي عن وجهه، لانه انت مجرد ما بعدت فانت ما عاد تترك له مجال للمشاحنات. حتى انه مثلا يقول لك لا وانت صح وانت خطا وانت بصير وانت ما بصير. في نقطه ثانيه بنقول دائما نحاول نحكي معه بالفاظ واضحه، يعني ما نعمل عليه مراوغة كلامية، والله أنا عملت كذا لأنه كذا لأنه. هاي الكلمات إذا كانت غير مفهومة إله كمان بيعمل عليها بيفوت الدوامة أكبر، بيفوت الدوامة وبيبني قصص ومشاحنات وبيبني أشياء وبيجي بيعطيك إياها بدلائل وبيشبعها مشاعر حتى كمان. فهي كثير لحتى يقتنع، حتى هو ياخد العلاج السلوكي النفسي صعب جدا إقناعه على فكرة. يعني ختاما ولو بأقل من دقيقة، هل ممكن علاج الشخص الشكاك أو لا؟ صراحة هو من الاضطرابات المزمنة تحتاج إلى العلاج، بتتعالج ولكن بطريقة على المدى الطويل جدا، وهو بده يكون عنده استعداد أنه يتعالج من هذا الموضوع، والطرف الثاني يتقبل ويتقبل ردات أفعاله إلى ما بين يتقبل فكرة العلاج. في بعض الحالات تحتاج إلى أدوية مضادات اكتئاب ومضادات قلق تصرف حصرا من الطبيب النفسي حتى يقدر يضبط له الحالة النفسية. تمام.